وصلنا يا زينب لمحطتنا الأخيرة لليوم، راح تكون مع الشباب السوري الدعم والسند عبر فعالية وحملة خلي كبروا والتي يقيمها فريق سند التنموي. بدأ الفريق نشاطه في عام 2013، ولنحكي أكثر عن حملة خلي كبروا بيسعدنا نرحب بأنس راعي البلها مدير قسم التواصل بمؤسسة سند الشباب التنموي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، شكرا. أهلا فيك. يعني خلي كبروا، يعني خبرنا أكثر عن هالاسم، سبب التسمية، خبرنا شو فكرة يمكن وهالهدف من هالاسم وهالمبادرة. تمام، اوكي. هلا اول شغله، مثل ما ذكرتي حضرتك، نحن فريق سند التنموي تاسسنا بال 2013. هو كانت الفكره انه نحن نساعد الشباب لحتى هن يامنوا فرص عمل او يقدروا يكونوا مساهمين بالمجتمع. بال 2017 نحن ترخصنا كمؤسسة تنموية غير ربحية، اسمها مؤسسة سند الشباب التنموي، هي مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال. بنعمل على عدة تفاصيل لحتى نساعد الشباب. جزء منا اللي هو بيتعلق بمجال الشغل، ونحن نحاول ندربهم ونمكنهم بعد ما يتخرجوا من الجامعة أو بالسنوات الأخيرة حتى هن يلاقوا الشغل تبعهم. الجزء الثاني اللي هو نحن بنساهم بموضوع ريادة الأعمال، وبنحاول نخليهم هن يطلعوا أفكار لمشاريعهم الخاصة، ونقدر نساعدهم وحتى ندعمهم بجزء مالي حتى هن يقدروا يبلشوا. الجزء الثالث اللي هو الموضوع الأكاديمي، اللي هو نحن بنساعد فيه الشباب إن كان بموضوع البحث العلمي، ونحن نحاول نوفر لهم الأدوات حتى يقدروا يشتغلوا فيها، ولا حتى كمان عن طريق نساعدهم يكملوا دراسة الماجستير تبعهم ضمن مجالات معينة، ونحاول نمول لهم هاي الدراسة بشكل كامل ضمن سوريا أكيد بمنحة معينة نحن بنقدمها. لكن هلا بنرجع لخلي كبروا، خلينا نعرف سبب التسمية، خلينا نعرف مين المستفيدين من هاي الحملة، خلينا نعرف الجمهور المستهدف وعدد الأشخاص المشاركين معكم. تمام. هلا بشكل عام نحن هي حملة توعية كانت، فهي ما لها شيء موجود كان على الأرض نحن ندرب فيه أو نعطي فيه شيء. نحن عم ننشر فكرة خليك برو. بشكل عام الشباب تبعنا أول شغلة بيقولها لو بده يجي يتوظف بأي مكان أو بده يروح لأي مكان، بيقول موضوع واسطة. تمام، هو لازم يأمن هذا الشيء حتى يلاقي. هلا نحن في عنا يعني في عنا اشياء نحن ما بنقدر نتحكم فيها، في عنا اشياء بنقدر نتحكم فيها. ممكن يكون للاسف هذا الشيء موجود بنسبه معينه ضمن المجتمع، بس في حق كثير كبير موجود على الشباب. تمام، انه هن ما عم يكونوا بروفيشنال وما عم يكونوا احترافيين لما بيقدموا حالهم صح ضمن ان كان ضمن السي في اللي هن عم يدخلوها. تماما، ان كان ضمن السي في ولا ان كان ضمن المقابلات العمل اللي هن بيروح عليها، او حتى ضمن الايميل اللي هن بيبعتوا فيه السي في تبعهم. حتى بالنسبه للنقطه الاخيره اللي هي لسه ما لها كثير ثقافه منتشره عندنا للاسف، اللي هو موضوع السوشيال ميديا. تمام، فنحن شفنا هذا الموضوع لانه انه في مشكله معينه فيه، سالنا مسؤولين توظيف موجودين بمختلف القطاعات السوريه، تمام، حوالي 25 شخص على هدول النقط. سالنا هل يا ترى عن جد في مشكله مع الشباب ولا لا؟ صراحه الرد كان كثير مفاجئ بالنسبه لنا. مثلا يعني في نسبه كثير كبيره من الاشخاص قالوا اللي هن مسؤولين توظيف، قالوا انه هن 20 ل 40% من السير الذاتيه اللي بتتقدم لعندهم هن بيرفضوها بشكل مباشر. شو السبب؟ لانه في عندهم معلومات اساسيه ناقصه، مثلا شخص مدرس مذاكر الدراسه تبعه. طب خلينا نعرف اكثر، شو بتنصح كل الشباب اللي حابين يعملوا السيره الذاتيه؟ شو النصائح اللي ممكن يتبعوها لحتى تكون مقبوله على القليله؟ اوكي، طيب بتحبين نبلش بالنصايح هلا ولا نكمل شوي على الحمله بعدين نحكي شويه نصايح اخر شيء؟ لا فينا، بس بما انك ذكرت السيره الذاتيه خلينا شوي نرابط الحديث مع بعض. تمام، هلا اذا فينا نحكي عن السيره الذاتيه، اول شيء لازم نحن نبلش بالجزء اللي هو المعلومات الشخصيه. نحن بنبلش اول شغله بالاسم، ونذكر الاسم كامل، ننزل للنقاط اللي بعده، اللي هنا بتعلق بمعلومات الشخص، نذكر مواليده، الجنسيه تبعه، بنذكر حتى يعني في حال وين كان، السكن، الحاله الاجتماعيه. 100%، وهدول معلومات جدا مهمين هن لازم يكونوا موجودين. النقطه اللي بعدها اللي هي موضوع الخبرات، نحن بنرتب الخبرات دائما من الاحدث للاقدم. فانا الشيء اللي عم اشتغله هلا بذكره، بذكر اسم البوزيشن تبعي او المنصب الوظيفي اللي عم اشتغل فيه، الشركه اللي انا عم اشتغل فيها، بنذكر التاريخ امتى وباي شهر انا دخلت على الشركه وامتى او بعدي مستمر لهلا، بنذكر اهم التاسكات او اهم المهام اللي انا كنت عم اقوم فيها ضمن الشغل. اوكي، تمام. طيب بنذكرهم بالترتيب ونحن نازلين. النقطه اللي بعدها اللي هي لازم تكون موجوده اللي هي الدراسه تبع الشخص. هو لازم يذكر الشهاده تبعه ومصدر الشهاده من اي جامعه وامتى دخل على الجامعه وامتى طلع. في حال كان معدله منيح يذكر ومعدله قديش كان، اذا كان 50 لا ما يذكره، او 60 ما يذكره. نزل النقطه اللي بعدها اللي هي العلاقه بالمهارات. المهارات هن تقريبا ثلاث اقسام،
القسم الاول اللي هن المهارات الشخصيه عند الشخص، حلو كل حدا يقيم حاله ويقيم مهاراته الشخصيه. النقطه اللي بعدها اللي هي مهارات اللغات والكمبيوتر، هو كل شخص لازم يفصل حتى هدول المهارات، ان كان بالنسبه للغات مثلا يذكر المحادثه تبعه، الكتابه، حتى بالنسبه للقراءه كثير عم بيحطوا مثلا جيد جدا، هو بيكون اقل من جيد جدا تماما. يعني لازم الواحد دائما يكون في عنده صدق باي معلومه كمان بيكتبها، هذا الشيء كثير ضروري. 100% وهي صراحه كانت نسبه كثير كبيره من الاشخاص اللي هن يعني كمسؤولين توظيف هن بيرفضوا اشخاص ضمن المقابلات لانه هو اما كذب او هو كبر بالشغلات اللي هو عاملها وهو ما انه هيك. تمام. ننزل اخر شيء لنحط نذكر نقطه مهمه اللي هي الريفرنسز او المرجع، الاشخاص المرجعيين اللي احنا ممكن نرجع لهم في حال بدنا نوظف هذا الشخص. فهي هي بالنسبه لموضوع السيره الذاتيه هيك باختصار شوي. النقطه الثانيه اللي غطتها الحمله اللي هي موضوع مقابلات العمل. مقابلات العمل في كتير يعني بحدث ولا حرج، في كتير تفاصيل لازم الشباب ينتبهوا لها وهن ما بينتبهوا لها، ان كان قبل المقابله هو شو لازم يجهز ولا خلال المقابله ولا حتى شو الانطباع اللي لازم يتركه هو طالع. تمام. ففي عندنا كتير تفاصيل هي لازم الاشخاص ينتبهوا لها حتى يكونوا بروفيشنال. فهي فكره خليك برو، خليك احترافي، هي هيك معناتها. تمام. اوكي. النقطه الثالثه اللي هي موضوع الايميل، كيف الشخص لازم يقدم على الشركات ويبعث ايميل احترافي، يحط عنوان صحيح، يحط حتى ضمن يعني ضمن الايميل يكتب فيه تفاصيل معينه هي لازم تنذكر، يذكر اسم الشاغر اللي هو مقدم عليه ويورجي انه هو يعني بالنهايه اكيد انت ما حترفض اذا ما بعثت ايميل احترافي، بس الفكره اللي هي موجوده بتعطي انطباع كثير حلو عنك وبتزيد فرص قبولك اذا انت اعتنيت بهذا الموضوع. تمام. النقطه الاخيره يلي هي موضوع السوشيال ميديا بشكل عام. نحن في عنا طبع صار اي حدا بنذكر اسمه، بافتراض الا زينب، بافتراض الا اي حدا، نحن بنعمل هيك دغري على الفيسبوك او على الانستغرام او حتى على لينكدين في حال نحن كنا اشخاص عم نشتغل بالنسبه للشغل. نحن كثير بدنا ننتبه على الشغلات اللي نحن عم ننزلها على حساباتنا على السوشيال ميديا لانه هذا الشيء عم يعكس مين نحن. تمام. فلدرجه انه 91% من مسؤولي التوظيف اللي احنا عملنا معهم هذا الاستبيان خبرونا انه هن بيشوفوا حسابات التواصل الاجتماعي للاشخاص اللي هن بيوصفون قبل ما يوصفون، فتخيل شو عم يشوفوا عنك. فيعني هاي نقطه هي كثير مهمه الاشخاص تنتبه لها وتعرف هي كيف تبين بروفيشنال، تعرف كيف تسوق الحاله صح عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. كيف تعرف عن حالها بشكل صح؟ خلينا نحكي كيف الاقبال على خليك برو، كيف ملاقي برايك؟ تمام. هلا خليك برو هي حمله كانت منتشره على قسمين، القسم الاول اللي هو كان اونلاين، نحن طلعنا بمجموعه من الفيديوهات اللي نحن يعني مجموعه من الصور بالاضافه على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي اسمها في صفحه فريق سند التنموي. على هي الصفحه نحن نزلنا يعني جبنا مجموعه من الخبراء عطوا رايهم بهدول المحاور، وهن اشخاص مدراء توظيف او مدراء اتش ار هن موجودين بسوريا، عطوا رايهم بهذا الموضوع وورجوا الشباب قديش هو عن جد مهم. انتقلنا حتى كمان نحن بدنا نوصل معلومتنا، فلحتى نوصل المعلومه نحن ما لازم نتبع اسلوب واحد، فتبعنا حتى اسلوب اللي هن في عنا فيديوهات كانت مضحكه شوي اللي هي لحتى نحن نقدر نوصل. يعني كان في عندنا شابين هن شخص عامل حاله اتش ار وشخص عامل حاله شخص بده يعمل مقابله، بالغنا شوي بطريقه العرض بس لحتى نحن نقدر نوصل الفكره للاشخاص انه هو هي الاخطاء يمكن نحن شوي بالغنا فيها بس هي عم تصير. تمام. فمثلا شخص بيجي على المقابله ما انه كثير معتني بشكله، مثلا هو مو مطلوب منك تلبس بدله بس تكون اقل شيء شوي رسمي لحتى تعطي انطباع جيد للشخص اللي قدامك. ممكن يجي لابس بنطلون مشقشق، لا جايب بوت رياضه، يعني بالنهايه هذا الموضوع ممكن ياثر سلبا بطريقه او باخرى على المقابله. النقطه الثانيه اللي هي فنحن حاولنا نوصل الفكره تبعنا بمجموعه من الفيديوهات لحتى نحن نوصل هذا المفهوم للشباب. تمام. وبالطرف الثاني نحن نزلنا على كذا لوكيشن او كذا منطقه ضمن الشام، وضعنا فيها ستاند معين كرمال العالم تتصور معه لحتى هن يبينوا بروفيشنال، بالاضافه كمان كان في عندنا مجموعه من الاشخاص موجودين جنب هذا الستاند لحتى يساعدوا العالم ويشرحوا لهم اكثر على الحمله. أناس يمكن نحن هلأ بهذا الوقت كثير من الشباب يمكن عم بيدوروا على فرص عمل، منا بيكون بغير شهادته وتعليمه ومنا بيكون طبعا للحالة الاقتصادية حتى يقدر يمكن يمرق حاله بهالظروف اللي عم نمرق فيها. صحيح. لكن كل شاب بيحلم أنه تكون دراسته الأكاديمية متناسبة مع العمل اللي بده يقدمه. تمام. اليوم أنتو بيخليك برو شو هي الميزات اللي ممكن تقدموها لهاي النوع من الشباب؟ هي يمكن الشريحة الأكبر. هلا الفكره اللي هي موجوده نحن الهدف تبعنا من الحمله انه احنا نخلي الاشخاص يكونوا محترفين بطريقه التقديم وبطريقه عرض انفسهم. تمام. في كثير اكيد يعني نحن ما فينا نهرب من الواقع. تمام. في كثير اشخاص ما عم يشتغلوا باختصاصهم، في كثير اشخاص عم يشتغلوا ممكن بمهن هي بعيده كثير عن الاختصاص اللي هن درسوه وكملوا فيه. هلا بنفس الوقت خلينا نقول يعني في عندنا كثير خبرات سوريه هي للاسف خلال الفتره الماضيه هي سافرت برا البلد. تمام. فالشركات عم تضطر توظف اشخاص ما في عندهم خبرات وهن الاشخاص فريش. تمام. فهذا الموضوع نحن كشباب لازم نستغله.
تمام؟ ولازم نحن نلعب على هي الفرصه، نحن نحاول نامن الفرصه ونحاول نعبر عن حالنا صح ضمن مقابلات العمل او ضمن السي في كرمال ناخذ شغل باختصاصنا. اكيد انس حكينا اكيد عن اهدافكم، بدنا النتائج، لوين وصلتوا بخليك برو؟ هل تم توظيف الشباب يعني بالمكان الصح وبالوقت الصح؟ شو صار بخليك برو؟ تمام، هلا الموضوع الحمله هو كان مو هدفه هو التوظيف بحد ذاته، انه نحن نلاحق الواحد يقدم نفسه بطريقه الصح. تمام، فالاثر اللي نحن موجود عنا هلا عم نشتغل فيه حاليا عن طريق عم نعمل مثل مجموعه من الاستبيانات، عم نعمل مثل مجموعه من الابحاث مع مجموعه من الاشخاص لحتى نحن ننشر او لحتى نسالهم هل يا ترى كان في عندك تغيير بعد ما شفت الحمله ولا لا. تمام، فالاثر نحن عم ندرسه بالوقت الحالي، بس موضوع الانتشار هي حققت انتشار كثير واسع الحمد لله، ووصلت لفئه كثير كبيره من الشباب لحتى تقدر هي تساعدهم وتوصلهم هذا المفهوم. طب كيف فيهم الشباب اللي عم يسمعوك وحابين يتواصلوا مع خليك برو تواصلوا معكم؟ تمام، هلا مواضيع الحمله كلياتها هي موجوده على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي فريق سند التنموي. بشكل عام نحن في عنا يعني في عنا نقطه انه نحن ما اكتفينا بس بموضوع انه نحن عملنا حمله وللشباب اللي ما شافها ما حيقدر يلحق شيء. في عنا مشروع قائم بسند هو اسمه سند فايزر او هو يعني هو مستشار، تمام، لحتى يساعد الشباب نصيحة شخص لشخص، إذا أنا بدي أقدم السي في تبعي بمكان معين وحاسة ما كتير زابطة، أو مثلا بدي أعمل مقابلة معينة ضمن مكان معين وحاس حالي ما كتير جاهز، نحن بنحجز له موعد مع شخص خبير بيجي لعنا على المكتب وبيخبره أو بيقدر يعني بيقعد معه شخص لشخص وبيشرح له بالتفصيل هو شو لازم يعمل، كيف لازم يحضر حاله، بيعطيه معلومات إضافية لهذا الموضوع كرمال نحن نساعد الشباب توصل للهدف تبعهم. اكيد الفكره كثير حلوه خليك برو، يعني كثير حبيتها يعني. شكرا لكم. خلينا نحكي عن نشاطاتكم المستقبليه شو هي. تمام، هلا بشكل عام نحن كسند في عنا نشاطات معينه ضمن الاربع محاور اللي احنا ذكرناهم اللي هن الموضوع بشكل عام المسار المهني والتوظيف، مسار رياده الاعمال، والنقطه الثالثه اللي هي المسار الاكاديمي. تمام، اللي هو نحن بالوقت الحالي في عنا منحه اللي هي منحه الدكتور عثمان العائدي. هي المنحه هي بتساعد الشباب انه هن يكملوا دراسات عليا ضمن جامعه معينه هي موجوده بالشام، مموله بالكامل لانه هي الجامعه هي مدفوعه لحتى الشخص يكمل فيها الماجستير تبعه. تمام، فنحن عم نساعد الشباب وهي قائمه يعني بالوقت الحالي هذا المشروع نحن عم نشتغل عليه. في عنا بالفتره القادمه عده مشاريع اللي هي بتخص شباب الاي تي، بتخص شباب الاعلام، وفي عنا تفاصيل معينه هي حتى للشباب او المهتمين بالدراسات الطبيه او هن اللي عم يدرسوا شيء طبي. طب شو بتحب توجه كلمه اخيره لكل اللي عم بيتابعونا من الشباب والصبايا، وهيك يمكن تحكي اكثر عن الحمله اللي انتوا عم تبذلوها جهود لحتى تقوموا فيها؟ تمام، هلا الفكره الاساسيه من سند انه هو منه بس مؤسسه او هو منه بس فريق، هو عم يشتغل على ارض الواقع. سند هو فكره، تمام، وهو رساله، وكل الاشخاص هن لازم يكونوا سند للاشخاص اللي حواليهم. تمام، فهذا هو المفهوم اللي احنا عم نحاول نرسخه ضمن المجتمع، انه سند هو رساله هي موجوده جوات كل حدا من بيناتنا. كل حدا من بيناتنا بيقدر يساعد الاشخاص اللي حواليه بشيء، كل حدا من بيناتنا بيقدر يفيد الاشخاص اللي حواليه بشيء، واذا في اشخاص هن حابين يعرضوا الخدمات تبعاتهم ويساعدوا الشباب فيها بالخبرات تبعاتهم، هن ممكن يتواصلوا معنا عن طريق الصفحه تبعنا، وحتى بالنسبه للشباب اللي هن حابين ينسندوا من سند، هن قدرانين يفوتوا على الصفحه تبعنا ويضلوا عم يتابعونا لحتى يشوفوا دائما النشاطات اللي هي موجوده. فهي الفكرة كلياتها. أكيد أنس متشكرك لوجودك معنا، وبنتمنى لكم أكيد التوفيق ودائما تبقوا السند الداعم لكل شاب سوري، وبنتمنى لك أكيد كمان. شكرا كثير لكم، شكرا جزيلا. دائما نقول للشباب خليكم بروفيشنال، أكيد خليك برو، خليك برو. لكل اللي حابب كمان يحصل على تحصيل وظيفي بناسبه، كمان في استشار من قبل الشباب التنموي. 100%. شكرا لوجودك معنا وتحية لكل الشباب. شكرا كثير لكم، شكرا جزيلا.